ايش راح يصير لو اخذنا الذبانه من جده وديناها معانا على القاهره؟ يلا نروح نشوف. ويلا بسم الله وناخذك رحله. توقعون عايشه ولا ميته؟ هاي والله عايشه. شوفوا شوفوا لحظه اطلاق الذبانه اللي جبناها من جده الى القاهره. شوفوا شوفوا يلا 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 افراج افراج افراج. يعني انت دقت عليك الدنيا كلها في السعوديه ما لقيتش غير الدبانه تجيبها لنا؟ احنا ناقصين دبان، ما الدبان كتير هنا. يعني لا قابلتك سبحه ولا قابلتك مصليه ولا قابلتك جلابيه، جايب دبانه وحاططها في قزازه. طب دي قطعت لها تذكره ولا جايه كده ببلاش؟ رحت المطار وقلت لهم انا عاوز تذكره ومعاها باسبور ولا لا؟ والدبانه هي متصوره في الباسبور وعامله كده وشكلها كده. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته دي؟ يا راجل يا راجل هات حاجة كويسة، ما كنت جاي من السعودية جايب دبانة يا راجل دبانة. طب ايه رأيك بقى وانا رايح اعمل عمرة ان شاء الله هاخدها لك الدبانة دي معاك واطلقها لك في جدة هناك. مش هاخد دبانة واحدة، هاخد شل الدبانة، هاخد 20 دبانة واطلقهم لك هناك. هيدعوا لي دبانة الرايحين هناك. الله العظيم جايب دبانة قال. تخيل انت بقى، يعني معلش في التشبيه، يعني الواحد تخيل نفسه دبانة كده وكان في السعودية وفجأة يلاقي نفسه محبوس في قزازة واتطلق في مصر. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله أنا مش دبانة.